لما كان مدير جهاز المجلس. ترى انت معلومات زي دي بتعرفوها، زول زي ده انت داير زول زي ده لما يبقى في مجلس قيادة الثورة او في مجلس مجلس عسكري بتاع ثورة انا ضحيت عشان اجيب زول زي ده، ان انا اثق فيك ولا اثق في منظومتك دي كلها. الثالث تجيب لي زول زي الطيب بابكر، ده زول مؤسس، ده زول واتخالد عمر البشير، وعمر البشير جابه اسس عن طريقه كويس، اسس عن طريقه الشرطه الشعبيه والشرطه بتاعت الكيزان دي كلها. زول زي ده يكون يبقى في مجلس عسكري داير ان انا اثق فيه وفي ضل الاعتصام ولا اجي اخليك تكون حاكم البلد انت وانا ابقى، ده اذا افترضنا اني بثق فيك وممكن كان اثق فيك. عايل لي كده براحه كده قال لي والله يا اخي سكت، لا استغفر الله سكت بعد شويه، لا الموضوع ده الكلام اللي قالوا لي بعدين بعد ما قمنا، بعد شويه قام طوالي في كلامي ده حرق منه، حرق واحد من المستشارين ديل، فتح معي حوار قال لي يا اخي انتوا نقدكم ذاته ما بناء، قال لي يا اخي انت لما تقعد تتكلم عن كلامك من قبل، قال لي عن النظام ما تكلمت عن اي حاجه من محاسن عمر البشير ولا منظومته، هو في منظومه في الدنيا بتحكم 30 سنه بكون مساوي 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 بس. ده تعليق، اول تعليق قلت له محاسن ياتا، والله العظيم جد قلت له محاسن ياتا ست الشاي محاسن شنو يا زول، قلت له عمر بشير ما عنده محاسن، عمر بشير ده زول مجرم بيستحق، والله العظيم ثلاثة اقسم بالله قلت له ده زول مجرم، ده شايل كورتو حايم من دولة لدولة فضحنا وشال حسنا، الجواز السوداني اللي كانوا الناس لما يجي واحد شايله بيحترموه ويقوموا له على حيله، الان بقى مذلول وما عنده قيمة في العالم بسبب عمر البشير الفاشل المجرم الفاسد. عمر البشير فاضحنا في كل حتة في العالم، عمر البشير ده ما عنده تجربة واحدة ممكن الواحد يقول عنها انها ناجحة، لا هو لا حزبه ولا منظومته الأمنية، ناس مجرمين قتلة كويس. قلت له انت حاليا انت ده انت نوعية الناس زيك ده، انت مكانك السجن، انت زول حاليا المقعدك هنا شنو اذا دارنا ناسق في الثورة وعينت طوالي لحميت، بقول له ده اللي بيخليك مقعد هنا شنو، ده مكانه السجن، ده انت زول زيك وجوده هنا هو اللي بيخليني ما اثق في اي مؤسسة الان هي انا بعتبرها من بقايا النظام السابق. انتوا احنا ما فارات يعني، احنا ما دراويش. انتهينا من الغداء، لما نقاشي مع الزول ده احتد ما في زول يتدخل، والله ما شفت بس الضابط الجايبينه اللي قالوا لواء الجايبينه قالوا قاعد جوا العربيه، ده كان قاعد في الغداء ده اسمه منو اللواء ما عارف منو مدير عملياتي، وزي والله الصفر فيها كانوا 20 زول اقل رتبه عميل. لما قمنا احمد تي مسكناه على جنبه كده قال لي والله كلامك اللي قلته قبالك ما علق على حاجه الا غير على حاجه واحده، كلامك اللي قلته قبالك ده صح، قال لي في موضوع ناس عمر زين عابدين واحنا هسه عندنا خطه لانه احنا نرتب الموضوع ده. ثاني يوم اعلنوا انه شالوه، وانا متاكد عشان ما في زول يقول لي والله ما هدد زول ده استجابه، يا اخوانا لو سمحتوا ساعدونا بالشير، ساعدونا بالشير يا جماعه، عشان ما في زول يقول الزول ده استجابه ما اعرف شنو شنو ما استجاب عشان خاطر سواد عيوني. المرحله بتتطلب كده كان، الحرفنه بتتطلب كده، تحقيق مصالحهم هم بتتطلب كده كان، لا حبا في الشعب السوداني ولا حبا في ايمانه، لو اصلا احنا بالنسبه لنا عندنا مشكله، انا ما زي ما عندي مشكله مع 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 عمر زين العابدين ومع احمد الطيب بابكر ومع جلال الدين الشيخ، عندي مشكله مع حميتي، لكن اقلها في الوقت ذاك المرحله ما كانت مرحلته، حميتي اقلها في بدايه الثوره عمل فيها وقف مع الثوره، اقلها ما يعني لما قامت المواكب نقش الكنت بدري ومن بدري بعيد، لكن ما ممكن نثق فيه اصلا، ما ممكن نثق فيه في اي حال من الاحوال يعني، لانه يوم من الايام لانه انا عارف ذاته من كافيليته اللي خلته هو يعمل فيها مع الثوره يعني. ها اللافته الكبيره اللي كان معلقه حميتي الذكران الخوف الكذا، اي نعم اللافتة انا لا كتبتها لا عارف الكتابه، من احنا كنا في السجن اصلا لما الثوره دي قامت، احنا طلعنا يوم 16 يعني احنا اخر ناس انا وقلبه طلعنا، جينا لقينا اي حاجه قاعده زي ما هي، اي نعم انا ما كتبتها لكن انا قادر اتفهم انه زول ده ممكن الكتابه تكون كتبها ليه، ما اكيد لافتة زي دي ما تكون كتبها زول درويش يعني، تكون كتبها زول عارف يعني انه متطلبات المرحله اسمها كده يعني كانت. على اي حال الان اللي بيحصل، الان اللي بيحصل هو استمرار لي، شفتوا الاستمرار للتلاعب، استمرار للتلاعب، شفتوا المستشارين ديل زول عامل لهم مستشارين زي ديل الكيزان الان هم اللي بيحاصروا في حمايه ده، ملخص كلامي بيحاصروا وبيضربوا في الناس ديل بواحد واحد، وده كله في مصلحتنا في مصلحه الثوره، دردقوا وغشوا ورجعوا لك للمحور بتاع الشر، دردقوا ورجعوا لمحور الشر كويس، وبيقابل اسي حاليا وترتيب مع الكيزان منو الان اللي بيفضح فيه كويس، انا في تقديري الاول والاخير اكبر صاحب مصلحه انه يحرق حمايتي يجيبه له ويحرقوا بورا هم الكيزان ذاتهم كويس. ملخص كلامي احنا بنعرف حاجه واحده بس، احنا بنعرف حاجه واحده يا نبيل اديب ويا اي زول كويس في الحكومه، احنا بنعرف انه يوم الاثنين، يوم الاثنين 3 يونيو 2019 29 رمضان الساعه 4 صباحا
المجلس العسكري، المجلس العسكري برئاسة البرهان ونايبه حميدتي، وكل الكباشي وياسر العطا والمجموعة بتاعت العساكر ديل كلهم اتخذوا قرار انهم يفضوا اعتصام القيادة العامة السلمي، طلعوا قوة، طلعوا قوة جو كدل بنعرفه وعرفنا من وين بنقول لكم، طلعوا قوة جو قتلوا الناس. كونه في جهة تانية في النص لعبة، ده موضوع احنا بنقوله للتحليل السياسي، لكن المسؤولية القانونية اللي يجيبهم احنا، لما احنا ندينك انت، وعلى فكرة حتى لو جبتها، حتى لو اسي بكرة جابوا كل جهاز الامن واعترف انه والله احنا دخلنا في النص عملنا، المسؤولية الجنائية ما بتسقط منك، لانه انت في النهاية كونه اتخذت قرار انك تفض الاعتصام وتجيب ان شاء الله ناس بالعكاكيز، دي مسؤولية جنائية، فبالتالي اي حاجة تحصل في النص مسؤوليتك انت. في زول تاني حيتحاكم في حاجة اسمها المادة 21 في القانون الجنائي السوداني اسمها الاشتراك الجنائي، دي ممكن اذا 300 نفر قتلوا زول واحد بس واحد، ال 300 كلهم بيعدموا، وال 300 ديل ممكن يكون الطعن الزول ده قتل واحد فيهم بس، لكن في واحد دس في 20 نفر كانوا قافلين حوله كده عشان الناس ما تشوفه، وفي 15 نفر كانوا واقفين جنب الباب عشان الناس ما تجي، وفي 13 نفر شافوا وعملوا رايحين وكتموا القصة دي وعرفوهم بعد فترة انه داسلنا، وفي 18 نفر منهم ديل كلهم اسمهم الاشتراك الجنائي، كلهم بيعدموه، عارفين المعلومة دي؟ كلهم بيبلوه، ده اسمه المادة 21 الاشتراك الجنائي. احنا طبعا لما قعدنا في السجن كتير في سجن كوبر، قعدنا في الشرقيات، قعدنا مع ناس ال 130 كتير، ناقشنا ليك الحاجات دي وعرفنا والله في ناس قاعدين بالمادة 21 8 سنين في السجن، اجراءات بتاع التقاضي بي 21 دي بس، شفتوا كيف؟ احنا ما بنعرف حاجة غير كده، بنعرف انه المجلس العسكري مسؤول. عرفنا كيف يوم 13، يوم 13 يونيو كويس، وقبل يوم 13 يونيو يوم 4 يونيو ثاني يوم ال 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 فضل الاعتصام، رئيس المجلس العسكري جمع ساكليه، ورئيس المجلس العسكري جا قرا له بيان بتاع انقلاب عينك عينك في التلفزيون القومي السوداني، جا قال انا والمجلس بتاعي ما دايرين ثاني تفاوض، وانه احنا ما دايرين كلام ذاته مع ذول، وما دايرين اعتصام، وما داير والاعتصام ده احنا فضينا، وما دايرين كلام فارغ، وما دايرين تاني تفاوض، ولا دايرين ثوره، والثوره دي احنا بقينا مسكنا حكومتها وحنعين حكومه هسه حاليا خلال الليله او بكره بالكثير، حكومه بتاع تسيير اعمال، وخلال 9 شهور حنعمل انتخابات وضراينا وكده، ويلا امشوا يلا. بعد 9 يوم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري عمل مؤتمر صحفي قال احنا فضينا الاعتصام وفق الاجراءات العسكريه، قال بالنص بالنص بالنص، قال شنو؟ قال وفي الليله السابقه للتنفيذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل اعضاء المجلس العسكري. الكلام ده بيقوله منو؟ كباشي الناطق الرسمي للمجلس العسكري. القصة يا نبيل أديب ما داري لا فيديوهات جديدة، ويا أبناء الشعب السوداني ما ننساق ورا الصراعات، إنه واحد داري يضيع زول ويخلي روحه هو ده ما يتحاسب. إحنا بالنسبة لنا ما بنعرف إنه حميدتي ولا الدعم السريع هم المجرمين، إحنا بنعرف إنه الدعم السريع مجرمين والمجلس العسكري كله مجرمين، وفي قوات كثيرة جدا كانت مشاركة، كل هذه القوات ارتكبت الجريمة كلهم، ما في زول فيهم أحسن من زول، ما في زول فيهم داري يضحي لنا بزول عشان يستنفذ فرصه، وعشان خلاص بيقوا ما دايرين نمسي، دايرين يكيتوهم هم ويفضلوا هم كويسين في نظرنا، ما في زول فيهم كويس، عشان الحاجه دي نعرفها نسمع الكلام ده. واكمل باقي كلام كباش، قال وفي الليله السابقه للتنفيذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل من اعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وحضره كلهم وكل قادة الوحدات العسكرية، حضره رئيس هيئة الأركان ومجموعته، يعني كل أعضاء هيئة الأركان تحت الجيش السوداني، مدير جهاز الأمن، للناس اللي بيقولوا إنه مؤسسات الجيش ما كانت شريكة. طبعا لما أنا أتكلم عن الجيش يا إخوانا دائما بتكلم بحذر، بقول إنه الجيش كمؤسسة إحنا بنحترمها ولازلنا كويس، ولازم مسؤولية أي زول في جيش البلد، ما بنتكلم بشكل مطلق، بنقول إنه قيادة جزء من قيادة الجيش هم اللي بيمارسوا التفاهات دي وسارقين اسم الجيش، فبالتالي لما نتكلم عن هيئه اركان الجيش كويس بنتكلم عن ناس بيمثلوا نفسهم، وممكن يكون عندهم 20 30 عسكري 40 50 ضابط ناسهم، لكن في نهايه الجيش كمؤسسه ستظل هي مؤسسه الشعب السوداني، والله لو طال الغياب ولو ظلوا سارقينها 100 سنه زي ما كانوا سارقينها 30 سنه ورجعت في يوم 6 ابريل و7 ابريل دافعت عن ابناء شعبها هذه المؤسسه وابناء المؤسسه وماتوا منهم شهداء، ستظل هذه المؤسسه
هي مؤسسة الشعب مهما كان تسلقوها الانتهازين زي ناس البرهان وزي ناس كباشي وزي ناس فلان وفلان وفلان. سيجي يوم هذه المؤسسة بأبناء الأوفياء بأبناء الشعب السوداني المناضلين الثائرين الموجودين فيها وأمثال الترس الكبير حامد الجامد كويس وعشرات الآلاف في هذه المؤسسة. حتيجي يوم من الأيام تجيف تاني في خندق الشعب السوداني وتبقى ابنة الشعب السوداني. حيجي يوم حيجي يوم إذا كان الناس بيسبوا لناس الجيش وكلام ده اسمعوا، حيجي اليوم اللي حنعمل إحنا زي الأمريكان لما نلقى لنا عسكري جيش في الشارع ندنقر له ونقول له شكرا لك لأنه إحساسنا في الوقت داك حيبقى إنه ده زول بيضحي عشاننا. إحساس الغبن كله حيتمسح يوم لأنه ده في النهاية زي ما بقولوا إحنا ده جيشنا، ده جيش بلدنا، ده لأولاد شعبنا. سارقينهم 3 4 5 نفر سارقين ارادتهم 3 4 5 انتهازيين، يوم من الايام حيمشوا لمزبلة التاريخ وستظل هذه المؤسسة ابنة الشعب السوداني، مؤسسة الشعب السوداني. تحية لكل ابناء الشعب السوداني الشرفاء في الجيش السوداني، تحية لكل المناضلين الشرفاء الثوار ضباط صف الثوار الداعمين الثورة الما انتهازين الما كيزان في الجيش السوداني، مؤسسة الشعب السوداني كويس. قال حضروها منو؟ رئيس هيئة الأركان ومجموعاته، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، مدير جهاز الأمن والمخابرات العام ونائبه، مدير عام قوات الشرطة ونائبه، قائد قوات الدعم السريع ونائبه. وطالبنا من رئيس القضاء والنائب العام حضور الاجتماع لأخذ المشورة القانونية، ومشكورين قدموا لنا الاستشارة اللازمة ثم خرجوا. ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة. الكلام ده قالوا كباشي بلسانه، ما داير يا نبيل أديب ولا داير يا أبناء الشعب السوداني فيديوهات جديدة عشان يثبتوا منه الفضل الاعتصام. الاعتصام ده معروف الفضل منه كويس، معروف ما داير نقاش كويس. القيادة العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت وحدث ما حدث، حدث ما حدث. نحن نجدد أسفنا لما حدث، هنالك انحرافات في الخطة، في خطة القيادة العسكرية. انحرافات تتحمل المسؤولية، انت براك قلت انحرافات خلاص تتحمل المسؤولية بس، ما في حاجة اسمها أسي حالي أنا ممكن أدي ذول طلقة أقول الله ما عليه طلقة دي أنا كنت أرديها كده انحرفت جات هنا، في كلام فارغ زي ده. أنا لو سكير طلق سكران بترتح، ما سكران جيت كدلت لي زول القانون بيعفيني، ما أقول لهم الله انحرافات ما سكر انحرفت كده، في حاجة اسمها انحرافات، في حاجة اسمها يوم ارحميني ماف كويس. وشنو انحرافات في خطة القيادة العسكرية التي وضعتها، وكانت هنالك تجاوزات وحدث ما حدث فيما يتعلق بفض الاعتصام. نقطة سطر جديد، أنا كلامي انتهى، ما عايز أقول كلام تاني، وأنا عارف أن الله يطول في ختام الكلام ده. أقول لكم أبقوا عشرة يا ناس، شغلاني ما سهلة، المعركة كبيرة كبيرة كبيرة، ساعدونا خلونا نساعد بعض كلنا في ختام الكلام. البلد بتاعتنا دي اللي اسمها السودان كويس، اقسم بالله سيظل الناس الحريصين على امنها واستقرارها وتطورها موجودين وكتار ما شويه. والله لو مات زول وماتوا 10 وماتوا 20 ولو استهدفتوا كويس قيادات اللجان المقاومه انتقاما مساله الكتل اللي قاعد يحصل لابناء لجان المقاومه، الموضوع ده ما صدفه، زي الكتل القنص اللي حصل في اعتصام القياده لناس معينين ما كان صدفه، الكلام ده كله عارفينه واكرر واقول الكلام اللي قاله الحاج وراك زمان، الناس تحفظ زي ما قلت في اللايف الفات ده تنظيم إرهابي، تنظيم إرهابي قناعته إنه هو خليفة الله في الأرض، إنه ما حيرتاح ما لم يفضل هو الحاكم. ونحن بنقول له انت اعمل الدار تعمله واشتغل كويس، لكن احنا بنقول لك اقسم بالله العظيم ثلاثة، البلد دي لطالما فيها ناس كده وفينا روح كده طالعة ونازلة وفيها ناس آلاف مؤلفة ملايين قلبهم ده بينبض بالبلد دي، اقسم بالله العظيم البلد دي تاني ما تدوسوها، البلد دي تاني اتحررت وستظل محررة، البلد دي ستظل حرة ديمقراطية أبية كويس عظيمة غصبا عنكم ورغم كيد الكائدين. سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثلة للضوء أو متنا على سطح الجدار، ولو متنا نحن في أجيال جاية حتجي كويس، ويوم من الأيام السودان ده حيرفرف فيه العلم حيرفرف فيه العلم السوداني هو ما مكسور ومهيض الجناح، حيرفرف فيه العلم السوداني وهو عظيم في بلد حر، حرة ديمقراطية، بلد شعبها بينعم بالرخاء والحياة الحرة الكريمة. حيجي اليوم ده كويس، حيجي اليوم ده لما نبنى الشعب السوداني زي ما قلت لكم يلقوا ضابط الجيش ولا عسكري الجيش ويقول له شكرا بقلب
ملانا حب. حيجي اليوم اللي نحن بكل شجاعة وبكل طيب خاطر وبكل سرور وافتخار نجي نقف أمام سارية العلم الجميل مردد أرضا سماء جمادا أحياء أن نحن جند الله جند الوطن إن دعا داعي الفداء لن نخن نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد بأغلى ثمن يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.